كيكه شوكولاته طريه مغطيه بجناش النوتيلا، سوبر مويس شوكليت كيك توبت وذ نوتيلا جناش. كوبايتين طحين ابيض، كوبايتين سكر ابيض، 3 ارباع كوباية بودرة الكاكاو، انا استعملت نوع كادبوري، حبتين بيض، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة ونص صغيرة فانيلا، معلقة صغيرة ملح، معلقتين صغار بيكربونات الصودا، كوباية لبن، كوباية زيت ذرة، كوباية مي مغلية. انا حستعمل لهاي الوصفة بند كيك بان مقاس كبير، اذا ما عندكم قالب بند كيك ممكن تستعملوا صينية مدورة تحت الفرن، المهم ان تكون كبيرة. عشان احضر قناش النوتيلا بدي علبة قشطة 160 جرام ونص كوباية نوتيلا. قبل ما نبلش بنشغل الفرن على حرارة 150 درجة سلسياس اللي هي 300 درجة فارنهايت. وصفة الكيك هاي كتير سهلة لأنه ما فيها غير خطوتين، أول خطوة بنحط كل المكونات ما عدا المي المغلية، وتاني خطوة بنحط المي. بستان ميكسر أو بهان ميكسر بنحط كوبايتين طحين، بنزيد عليهم كوبايتين سكر أبيض. هلأ بنحط 3 أرباع كوباية بودرة الكاكاو، بحط معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقتين صغار بيكنج سودا ومعلقة صغيرة ملح. بخلط المواد الجافة مع بعض. هلأ بزيد حبتين بيض، بحط كوباية من اللبن، بزيد عليهم كوباية من زيت الذرة، بحط معلقة ونص صغيرة فانيلا. ركبت قطعة الخفق. هلأ بخفق الكيك لمدة دقيقتين. بعد ما خفقته رح أحط كوباية مي مغلية، برجع بخفق الكيك على درجة خفيفة. هيك صارت خلطة الكيك جاهزة. دهنت صينية الكيك بشوية زبدة ورشيت عليها بودرة الكاكاو. هلأ رح أنزل عليها الكيك. خلطة الكيك لازم توصل لنص الصينية عشان حجمها رح يتضاعف. هلا بدي ادخل الكيك على فرن حامي حرارته 150 درجة سلسيوس او 300 درجة فارنهايت. الكيك بدها ساعة على ساعة وتلت حسب الفرن اللي عندكم. حطيت الكيك بالرف الوسطاني بالفرن وما بفتح عليها باب الفرن وهي عم تنخبز عشان ما تخرب. بالوقت اللي عم بخبز فيه الكيك رح احضر كناش الشوكولاتة. بجات رح احط نص كوباية نوتيلا. بدخل النوتيلا على المايكرويف 15 ثانية. بعد ما دابت النوتيلا بحط عليها علبة واحدة قشطة 160 جرام. بخلط النوتيلا مع الكريمة منيح. هيك جهز قناش النوتيلا، هلا بتركه على جنب بحرارة الغرفة. أخدت الكيكة ساعة وربع عشان تجهز. بستعمل نكاشة أسنان وبحطها بنص الكيك، إذا طلعت نظيفة يعني الكيك جاهزة. بترك الكيك تبرد بحرارة الغرفة قبل ما أقلبها. هيك شكل الكيك بعد ما قلبت. هلا بدي ازينها بقناش النوتيلا. بسكب قناش النوتيلا على الكيك من فوق. هيك الكيك صارت جاهزة. انا ما بحب ازينها غير بشوكليت قناش، وحالاتها هيك انها بسيطة بس كتير زاكية. جربت كتير وصفات للشوكليت كيك بس هاي دفنتلي ازكى وحدة، انا متأكدة انكم رح تحبوها. الكيك بتطلع كتير طرية وغنية بطعمة الشوكولاتة. تقدروا تعملوا كمان كب كيكس بهذه الوصفة. For Mama Lou's highlight, today I chose the Queen of Hearts from Alice in Wonderland. She's one of Disney's most famous villains. Like most residents of Wonderland, the Queen of Hearts has a very psychotic personality. She is known to be incredibly impatient with uncontrollable mood swings and massive ego. Ordering executions was one of the Queen's ultimate hobbies. You've probably heard, off with their heads. She used to say it without even looking around.